الفريق الوطني من بعد نتائج إيجابية اللي كان حقق في كأس العالم وبسمو جات الفرصة باش تأهلنا لكأس إفريقيا ديال اللي تنظم في الكاميرون في 1972، وكانت أول مشاركة ديال المغرب في كأس إفريقيا. الاستعدادات كان عادية، داك الشيء بسيط لأن الظروف كانت كما تنقولوا ما موالماش على أن نكونوا في أوج العطاء ديالنا، لأن الاستعدادات كانت عادية. داك الشيء لا من ناحية الإقامة ولا من ناحية الديبلاسمون ولا من كل شيء كان بسيط. والمهم على ان كنا مشينا باش نحققوا نتيجه ايجابيه. المشاركه اللي كانت ديال كانت محدوده، ما كانت 8 دول هي اللي كانت كتشارك. الا كان العقل ديالي كينفعني فالجروب ديال المغرب، مجموعه المغرب كان فيها المغرب، الكونغو كينشاسا والكونغو برازافيل والسودان، هادو أربعة فرق. والجروب الآخر ما بقيتش كنتذكر، كانت يمكن مالي وغينيا والبلد منظم الكاميرون. على أي حال فال كما تنقول استعدادات عادية، ما كانش شي امتيازات، ما كانش، وهذا الشيء كان معروف على المغرب لأن ما نظرا للظروف المادية ولا الظروف المعيشية كان داك الشيء عادي بسيط. والمهم المشاركة، المقابلة الأولى تعدنا فيها، المقابلة الثانية تعدنا فيها، والمقابلة الثالثة تعدنا فيها. كيبقى على أن بقينا حنا والفريق الكونغو، بقينا يعني متقدمين في جميع المسائل، لا في الإصابات ولا في النقاط. فاضطرت الكاف على أنها باش تفرز فريق يشارك في نصف النهاية، كان عليه باش دير القرعة، والقرعة ما حالفتناش، وداز الفريق ديال الكونغو هو اللي فاز بالقرعة، وفعلا هو اللي نال الكأس إفريقيا في هذاك 72. وكاينه واحد المجموعه، لان كان الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم كان طرقت للتشبيب على انه مجموعه ديال اللاعبين اللي شاركوا في كأس العالم ما شاركوش في كأس إفريقيا، منهم المرحوم دريس واموس، منهم علال، منهم يعني العدد ما نقدرش نحصي لك العدد كبير. هنا التشبيب على انهم تم المنادات على وزير، على يعني شبان البدايه ديالهم باش يعطيو الكره المغربيه، وفعلا عطاو اللي في الجعبه ديالهم، والنتائج راه كتحكم. زيدنيك مشى معنا لكأس العالم، وحتى هو دار نتائج ايجابيه. ف من بعد اضطرت الجامعه الملكيه المغربيه باش تغير المدرب، وداروا في المحل ديالو باريناغا. كان ذاك الوقت كان مدرب ديال الفريق الملكي، وفي آن واحد هو المدرب ديال الفريق الوطني. النتائج كما كنقولوا متواضعه، لان مادام ما حرجنا على كأس افريقيا، وكيعرفوا الرياضيين زعما المغاربه على ان كأس افريقيا الله حرزنا عليه مره واحده في 76، وكانت في 76 كانت اغلب المجموعه اللي كانت شاركت في 72. ما كنقدروش، كان التحكيم في افريقيا شويه يعني كان ناقص شويه، ولكن
ملي كتمشي تلعب شي مقابله ما كتعتمدش على الحكام ولا على التحكيم، خصك لبس الجعبه ديالك. الى سجلنا واش الحكم غادي يحيد لنا اصابه؟ اذا كاين بعض الهفوات راه كيوقعوا، راه في الاول قلت لك انا المسائل كلها بسيطه، لان معروف الكاميرون بلد متواضع، حتى هو يالله بداية ديال المشوار ديالو في النمو هذا، فداك الشيء كان يعني المهم كما تنقولوا خصنا نقبلوا على موجود. والملاعب كلهم كانوا شويه ما كان ناقصين شويه، لان ماشي بحال هذا الوقت هذا اللي العشب ماشي عشب كان سموه احنا طابي زربيه، اما ذاك الوقت كان الملاعب كانت المستوى ديالها ناقص شويه، ولكن احنا متاقلمين على هذوك الملاعب. كان احنا في المغرب كان عندنا الملاعب جوج الملاعب كلهم غير التراب، فلا مشينا ولقينا مثلا ملاعب ديال ملعب معشوشب شويه كتسهل علينا الوقت، وموالفين ديك الاجواء موالفينها. بعدنا مع الفريق الكونغو كينشاسا وكونغو برازافيل، الكونغوات بجوج طاحوا معنا في الجروب، والسودان حتى هما درنا معاهم تعادل واحد لواحد، كلهم واحد 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 المقابله في الثلاثه. هم اتجهوا لفيفا الكاف على انهم يديروا القرعه، وحنا ما ساعدناش الحظ وما ساعدهم الحظ، وشاركوا الدور الثاني وهو نصف النهائي مباشره.